أصدقائي أصدقاء كيرو دار، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة ويونت جديد. يونت 4 اسمه نيو بروجكتس. هنشوف مع بعض الفوكابلري المهم اللي فيه واكسرسايز على الفوكابلري بكل الاشكال، وبعد كده نبتدي ناخد الجرامر بتاعه. الجرامر مليان شويه في اليونت ده، ناخده جزء جزء وكل جزء عليه الاكسرسايز بتاعه. نبتدي مع بعض الكلمات يونت 4. اول كلمه معانا مدرسه لغات لانجوج سكول. عنده صداع have a headache، بنستخدم الفيرب have لما يكون واحد عنده صداع. have a headache، خلي بالكم السي اتش هنا مش هتتنطق تش، هتتنطق كي عادي. have a headache. عجله التزلج رولر بليد، اللي هي على عجله بيتزحلقوا بيها، يعني تزلج هو التزحلق. يمارس رياضه do a sport، يمارس هوايه do a hobby. مدرسه القياده driving school، دروس القياده driving lessons. ياخذ الدواء تيك ميديسن، انا عايزكم تركزوا في الفيرب تيك لان بنستخدمه في حاجات كتير قوي. تيك ميديسن، ياخذ الدواء. مريح كومفورتبل. عياده كلينيك. يخمن جس. مشروع بروجكت. شركات كومبانيز، المفرد طبعا مش هتبقى اي اي اس، المفرد السنجلر بتاعها بالواي، اما لما بجمع الكلمه دي بحول الواي الى اي اي اس، طبعا انتوا اكيد عارفين ده. يشتري باي. بوت ده الباست بتاعها، يعني باي يشتري، بوت اشترى. خصب فيرتايل، نقول مثلا فيرتايل لاند، ارض خصبه، يعني بتطرح زرع كويس. يستخدم يوز. مخصبات او اسمده فيرتيلايزرز، يعني عدت عندنا علينا كلمه فيرتايل يعني حاجه خصبه، ارض خصبه. الاسمده بقى جايه من كلمه فيرتايل اللي هي فيرتيلايزرز. يرزق بطفل هاف ا بيبي. هاف ا بيبي، يرزق بطفل. طب لو عايز تحطها في الباست الماضي هجيب الباست بتاع هاف اللي هي هاد ا بيبي. يفحص او يراجع تشيك. صعب difficult، علامه الاكس علامه العكس، يعني ايزي سهل. difficult صعب، ايزي سهل. نشوف مع بعض اكسرسايز على الفوكابلري. اول جمله بتقول if you are very ill you can go to the space next door. to the A، نروح لمين او لايه في الاماكن دي علشان لو انا مريض. library ولا hotel ولا clinic ولا house. number 2 don't forget to buy start talk take the medicine 3 times a day. 3 times a day يعني 3 مرات في اليوم. Number 3 I went to buy medicine because I space a headache. because I fallen ولا kept ولا had ولا have. Number 4 what hobby do you space Ahmed. what hobby do you go ولا do ولا make ولا find. Number 5 we need fans ولا fats ولا factories ولا fertilizers to grow food. to grow food يعني نزرع الطعام. نشوف الانسرز مع بعض. طبعا اول واحده قلنا لما انت مريض مش معقول هتروح اللايبرري ولا هوتيل ولا هاوس، طبعا المكان المناسب لما الواحد يكون مريض كلينيك العياده. نمبر 2 don't forget to buy the medicine ولا start the medicine ولا talk the medicine ولا take the medicine. هو الاثنين ممكن ينفعوا معايا take وباي، بس هنشوف معنى الجمله. طبعا talk the medicine يتكلم الدواء لا، او start the medicine يبدا الدواء لا. ممكن اقول باي ذا ميديسن يشتري الدواء. طب لو استخدمنا باي ذا ميديسن هنكمل الجمله في ترجمتها. لا تنسى ان تشتري الدواء 3 times a day، 3 مرات في اليوم. هو في حد بيشتري دواء 3 مرات؟ انا بشتريه مره ولكن باخده 3 مرات، يبقى تيك ذا ميديسن 3 times a day. خلوا بالكم مش لازم نتسرع ونقول دي تنفع على طول اروح مختارها، لازم افكر في البدائل برضه. نمبر 3 I went to buy medicine because I حاجه a headache. because I fallen a headache ولا I kept a headache ولا I had a headache ولا I have a headache. برضو هنا ما نتسرعش لسبب، عندي have a headache تمشي عندي صداع، وتمشي had a headache يعني اجيبها في الباست كان عندي صداع. طب هختار الاثنين ما ينفعش، هو لازم يجيب لي الاربع اختيارات، 3 غلط وواحده بس هي اللي صح. طب تعالوا نشوف مثلا هجيب اللي هي have هتنفع معايا ولا لا. I went to buy medicine، انا ذهبت لاشتري الدواء because I have a headache عشان انا عندي صداع. الجمله هنا التنس بتاعها ايه اللي ابتدى بيه؟ بيقول لي went ما قاليش go، يبقى went هنا في الباست سمبل، يبقى انا محتاج اكمل برضه جملتي في الباست سمبل. احنا عارفين ان have الباست بتاعها ايه؟ had. excellent، يبقى هنا have ما تنفعنيش، هي had. number 4 what hobby do you space احمد؟ what hobby do you find ولا make ولا do ولا go؟ احنا حافظينها في الكلمات do a hobby اللي هي يمارس هوايه، يبقى what hobby do you do. ما تلخبطناش دول اللي هنا، دول اللي هنا بتاعت الكويستشن، اوكي؟ دي لازم بعد what where when بننزل do او does او did او اي فيرب مساعد او ناقص. طيب do هنا بقى اللي هي do a hobby يمارس هوايه. نمبر 5 we need a to grow food. we need fans ولا fats ولا factories ولا fertilizers. ايه اللي بيساعدنا ان احنا نزرع الطعام او يحسن الطعام في زراعته؟ طبعا الاسمده اللي هي ايه؟ fertilizers. نشوف الجروب اللي بعد كده. باقي الفوكابلري احسنت، ويل دان، معدات، equipment. خلوا بالكم الاسم العربي واضح انه شكله جمع، معدات مش معده واحده، لا معدات كتيره، ولكن الانجليش بتاعها سينجولار، بيجي سينجولار. equipment. مجيد glorious، يعني ايه مجيد؟ اقول مثلا حرب اكتوبر المجيده، مجيد حاجه great عظيمه يعني. يجد find، طب لو عايزها past وجد هتبقى found، يبقى find يجد في المضارع، found وجد في الماضي. ينتقل الى move to، ينتقل الى او يعزل الى، يعني يعزل لبيت جديد او مكان جديد، move to. sorry احنا عارفينها بمعنى اسف، تقول لواحد I am sorry اسف، لا هنا ممكن تيجي لنا بمعنى حزين، اقول مثلا I am sorry to hear your bad news، يؤسفني او انا حزين ان بسمع الاخبار السيئه دي. لو حد انت قلت له مثلا عمي مريض، اخويا تعبان في حاجه، فده في السيتويشنز، فبنرد نقول له ايه؟ I am sorry to hear this bad news او your bad news، يؤسفني ان انا او انا حزين ان انا بسمع الاخبار الوحشه دي. طب نشوف اللي بعدها score goal، كلنا عارفين دي لما بنتفرج على الماتشات، سكور جول يسجل هدف، سكور جول يسجل هدف. بثمن جيد فور ا جود برايس، يعني ايه بثمن جيد؟ اقول مثلا انا جبت الموبايل بتاعي بثمن حلو قوي، هو مثلا يسوى 1000 جنيه، انا جايبه مثلا ب 600، هو حاجه بتسوى 50 جنيه، انا جايبها ب 20 او ب 30، يبقى فور ا جود برايس. سبب ليه وسبب ليه، في كلمتين العربي زي بعض بس في الانجليش مختلفين، والاثنين صح طبعا. reason بيجي معاها for، cause بيجي معاها of، يبقى reason for سبب لكذا، cause of سبب لكذا. طب انا افرق ازاي في الامتحان؟ هو مش مطلوب منكم ان انتوا تفرقوا، هو طبعا لو انت هتجاوب بجمله هتحطه باسلوبك، هتقول reason for او cause of مفيش مشكله، ولكن المشكله ممكن تيجي امتى؟ لو انا عندي جمله في التشوز مثلا وجه قال لي this is the reason وفي سبيس reason كذا the fire، عايز يقول هو هذا سبب الحريق، اوكي؟ يبقى في الحاله دي هو جاب لي كلمه ريزن ويجيب لي الاختيارات بقى فور ولا اوف ولا ان ولا اون، طبعا ريزن بيجي معاها ايه؟ اكسلنت، ريزن بيجي معاها فور. وكذلك برضو لو جاب لي كوز ابقى انا حافظ بيجي معاها ايه؟ بريبوزيشن اوف. يدير عمل ران ا بزنس، يدير عمل ران ا بزنس، هتيجي كلمه ران هنا بمعنى تاني، جايه بمعنى يدير مش يجري. وهتجي لنا برضو ممكن اقول ران هوم، يعني يدير بيت، واحد بيدير بيته يعني اذا كان عنده زوجه واولاد ويقدر يدير البيت كويس، ران ا بزنس. تهانئ او مبروك، لما اقول لحد مبروك كونجراتيوليشنز، مبروك كونجراتيوليشنز. معمل لاب، اختصار كلمه لابوراتوري، معمل لاب يتحكم فيه كنترول. خلوا بالكم كنترول مفيش حرف جر بعدها، مش عشان اقول يتحكم فيه في كلمه فيه اقول كنترول ان، لا خالص، هي كنترول بس. بتفكرني بفيرب تاني اسمه يتمتع بيه، عدى علينا كتير اكيد انتوا حافظينه من بدري، يتمتع بيه احنا بنقول اسمها ايه؟ انجوي. ففي بشوف احيانا واحد يقول لي انجوي ان او انجوي ويز يتمتع بيه، لا هي انجوي على بعض يتمتع بيه، ما بستخدمش حروف جر معاه، اوكي؟ زيها بالظبط زي يتحكم فيه كنترول without a preposition من غير حرف جر. يتقاعد ريتاير، يعني ايه يتقاعد؟ احنا انظمه العمل في العالم بتبقى ماشيه بايه مثلا؟ الانسان بيبتدي حياته في الشغل بعد دراسته ويبتدي كل ما يكبر يترقى، بس لحد ما يوصل سن معين بيتوقف عن العمل، لو خلاص مش قادر يكمل شغل فبيحال للمعاش، يتقاعد يعني يتحال عن المعاش، عاده بيبقى في سن ال 60 او ال 65 اللي هي يتقاعد او بمعنى يحال للمعاش. يجتاز امتحان باس ا تيست، باس يعني هنا جايه بمعنى يجتاز، باس ان اكزام يجتاز امتحان، باس ا تيست يجتاز اختبار. اوكي. وباس تيجي بمعنى برضو يباصي في الكوره، احنا عدت علينا من شويه سكور جول، الغاويين كوره يعني، سكور جول يسجل هدف. طب هو تسجيل الهدف ده بيجي من ايه؟ لازم واحد يكون باس ذا بول، يعني يمرر الكوره، يباصي الكوره عشان حد غيره سكور ذا جول. شوف المجموعه اللي بعد كده. يراجع، طبعا ريفايز انتوا عارفين ريفايز يعني يراجع، وريفايز النون بتاعها المراجعه نفسها اللي هي ريفيجن، ريفيجن يعني مراجعه. ريفايز فور ذا اكزام، يراجع للامتحان يعني عشان الامتحان، ريفايز فور ذا اكزام يراجع علشان الامتحان. طب عايز اقول يؤدي جيدا في الامتحان، يعني يشتاق يعمل حلو في الامتحان. دو ويل ان ذا اكزام، خلوا بالكم دو ويل يجيبها في الاختيارات دو ويل ولا جود مثلا ولا بيتر، لا دو ويل ان ذا اكزام. فاكرين يدير بزنس، يرانا بزنس يدير عمل، هنا برضو يدير موقع انترنت، دي مهمه قوي الكلمه دي، ران او ويب سايت. يعني ايه يدير موقع انترنت؟ انت بتخش على ويب سايت بس بتستخدمه، لكن انت لما تيجي تستخدمه كان في واحد انشاه، في واحد انشا الويب سايت وانت داخل عليه، وغيرك وغيرك الاف او ملايين بيخش على الويب سايت ده، لكن مين الشخص اللي فجت له الفكره انه ينشئه؟ مين اللي بنقول عليه ران ذا ويب سايت، يدير الويب سايت الموقع، اوكي؟ خطوط المترو، مترو لاينز، دي سهله، مترو، مترو لاينز خطوط. الاول هي كيم فيرست، هي هنا مترجمه العربي بس توضيح. فيرست الاول لوحدها، سكند الثاني، ثيرد الثالث. ايه كلمه هي كيم بقى؟ اول ما اصل انا في السباق كنا 10 متسابقين، انا جيت الاول، يعني وصلت الاول، طلع ترتيبي الاول، فاهمينها ازاي؟ مش معنى الاول بس، لا طلع ترتيبي الاول، اقول اي كيم فيرست، انا جه ترتيبي الاول. طب جه ترتيبي الثاني بقول اي كيم سكند، جه ترتيبي الثالث اي كيم ثيرد. عشان كده بنقول ايه؟ هي كيم فيرست يعني هو طلع الاول، هي كيم سكند، هي كيم ثيرد. اخر كلمه معانا مقال او مقاله، ارتكل، مقاله اللي بتتكتب في الجرايد والمجلات، اوكي؟ عندنا ايه بعد كده؟ اكسرسايز. احنا قسمنا الكلمات بتاعت يونت 4 على جزئين، جزء واكسرسايز عليه عشان احنا عارفينها كتيره شويه، والجزء الثاني برضه باكسرسايز منفصل. طيب اول جمله بتقول ايه؟ She is very clever. She is first in the crossword puzzle. crossword يعني كلمات متقاطعه، puzzle يعني puzzle، crossword puzzle يعني لغز الكلمات المتقاطعه. She is very clever. She went ولا did ولا turned ولا came first، خلاص اتحل تقريبا يعني in the crossword puzzle. هنفوت كاننا ما عرفناش ونشوف نمبر 2. My brother has a new job. has worked a new job ولا taken a new job ولا been ولا found. Number 3. Did your aunt a baby boy last week? Did your aunt make ولا take ولا have ولا get a baby boy last week with a question. Number 4. Our team ate 4 goals yesterday. دي برضه سهلة. Our team went for goals ولا made ولا walked ولا scored 4 goals. طبعا لسه مش عارفين. Number 5. Did you A well in the final exam? Final exam يعني امتحان آخر السنة، الامتحان النهائي. Did you say well ولا take well ولا do well ولا make well. طب نشوف مع بعض جملة جملة. الأولى تاني نرجع لها. She is very clever. هي شاطرة قوي. She A first in the crossword puzzle، يبقى طبعا she A she came first. she came. جميلة أوي الصورة اللي اتحطت، السلم اللي اتحط ده بيعبر عن إيه؟ هي طلعت الأولى، واضحة على معنى الكلمة العربي، أو ممكن تدي معنى إن أنت بمجهودك طلعت الأول، طلوع السلم ده مجهود، يبقى she is very clever she came first in the crossword puzzle. طب نمبر 2 بتقول إيه؟ My brother has a new job. كتير منكم ممكن يستعجل ويغلط يقول وركد، يشتغل في وظيفه جديده. ما تاخدوش الكلمات بشبهها قوي، نحاول نكون حافظين كويس جدا وفي دقه في الحفظ. يعني مثلا شبهها ممكن اقول وركد ا نيو جوب، اشتغل في وظيفه جديده، هو ما فيش فيه، يعني احنا بنقول احيانا حاجات مش موجوده في جملتنا. فوركد ما تنفعش. تيكن ا نيو جوب، خد وظيفه جديده. ولا بين ده تصريف ثالث لفيرب تو بي اللي هو ام وايز وار وزوير احنا عارفينه. ولا فاوند ا نيو جوب، اخويا وجد وظيفه جديده، يبقى my brother A found a new job. Number 3. Did your aunt A baby boy last week؟ طبعا احنا عدت علينا من شويه اللي هي have a baby، يبقى عنده طفل يعني، يبقى did your aunt have a baby boy last week؟ طبعا عندي سؤال، طبعا هو هنا بيختار الفيرب وخلاص وكده خلصت الجمله، بس انا عايز اصحصح واصحح المعلومات شويه. يعني هنا السؤال ده في زمن ايه؟ did، وبيقول لي last week يعني ماضي بسيط، اوكي؟ طب ليه هاف هنا صح؟ مش المفروض في الماضي تبقى هاد؟ سؤال. هو لما بنسال في الماضي البسيط هاف بيبي يعني يرزق او يجيله ولد او طفل يعني. الباست بتاعها هاد بيبي، ليه هنا ما استخدمش هاد بيبي وما هي جمله ماضي؟ علشان ايه بقى؟ مين عارف؟ انا سامع ان في ناس عارفه وبتحل اهي، لان السؤال بديد يبقى في الماضي، لكن لما بيسال بديد لازم يرد الفعل لمصدره. عارفين الكلام ده؟ دو او داز او ديد لما بستخدمها برد الفعل لايه؟ لمصدره. يعني اقول مثلا ايه؟ I went to school، الجمله في الباست اهي، I went to school وحط went في الماضي، I went to school yesterday، كمان اوضحها قوي انها ماضي. عايز اعمل question بديد، هقول ايه؟ did you went؟ هتبقى غلط، لازم اعمل ايه؟ طالما سالت بديد اعمل ايه في went؟ اكسلنت، ارجعها لمصدرها تاني، هقول did you go to school yesterday مثلا، يبقى هنا نفس الفكره، لما سال بديد يبقى لازم هاف او فيرب تو هاف ما تجيش هات في الماضي، لازم تيجي في المصدر بتاعها اللي هي هاف. نكمل نمبر 4. Our team A 4 goals yesterday، طبعا دي سهله، scored 4 goals yesterday. اخر واحده did you A well in the final exam، did you say well ولا take well ولا do well ولا make well، احنا حافظينها do well يعني يؤدي بطريقه جيده. نمبر 6 if you A a problem ask your parents for help، لو انت A مشكله، لو انت عندك مشكله اطلب نصيحه او مساعده والديك، parents الفاذر اند ماذر يعني. check ولا watch ولا get ولا have. نمبر 7 my father has retired ولا left ولا came ولا gone because he is 60 years now. Number 8 we do experiments in the office ولا library ولا lake ولا lab. نشوف الانسرز مع بعض. Number 6 بتقول if you، هو عايز يقول بالعربي لو انت عندك مشكله، عندك مشكله اللي هي برضه عندك اللي هي ايه؟ هاف. خلي بالكم ان ده فيرب يملك او لديه او عنده. اقول مثلا اي هاف ا كار، انا عندي عربيه، يبقى اي هاف ا بروبلم، انا عندي مشكله. If you have a problem ask your parents for help. Number 7 my father has A because he is 60 years now. فاكرينها؟ my father حاجه لانه عنده 60 سنه دلوقتي، يبقى هيعمل ايه؟ شيء طبيعي ان كلمه retired. my father has retired because he is 60 years now. خلوا بالكم برضو ان هم جايبها هنا retired مش retire، احنا جاي في الكلمات retire هي يتقاعد او يحل المعاش. ليه هنا retired؟ حاجه بنسميها الباست او الباست participle التصريف الثالث. استخدم هنا زمن ايه في الجمله؟ has، يبقى ناقص التصريف الثالث اللي هي البريزنت perfect have or has plus البي بي، تصريف ثالث للفعل. نمبر 8 we do experiments، experiments يعني تجارب علميه. we do experiments in the office ولا library ولا lake ولا lab. اوفيس مكتب، لايبراري مكتبه الاستعاره بتاعت المدرسه، ليك بحيره، لاب اللي هو الايه؟ المعمل. يبقى احنا بنعمل تجارب فين؟ اكسلنت، وي دو ذا اكسبيرمنتس ايه؟ ان ذا لاب. ريد اند كوريكت ذا اندرلايند ووردز، احنا قلنا هناخد كلمات وناخد عليها اكسرسايز باشكال مختلفه، احنا خدنا الاكسرسايز اللي فاتت دي كلها في شكل مالتيبل تشويسز اللي هو الاختيارات المتعدده، ناخدها بقى في السؤال اللي هو بيريد اند كوريكت، يجيب لي جمله وفيها كلمه غلط تحتها خط اوريدي اندرلايند يعني، وبيقول لك الغلطه هنا فين التصحيح بتاعها؟ هل تعرفه ولا لا؟ ده مبني برده هنا عشان على الفوكابلري، يبقى على الفوكابلري بس طبعا في الامتحان ما تنسوش ان هو بيسال عن المنهج كله، فممكن يبقى في جمله على الفوكابلري وممكن تبقى جمله على الجرامر، ممكن نكون احنا حاطين حاجه برده كده واحده او اتنين على الجرامر، هنشوف مع بعض بس مش هنلمح ليها دلوقتي. نمبر 1 بتقول I am very pleased to hear this bad news. I am very pleased to hear this bad news. pleased يعني فرحان مبسوط. طب واحد بيقول للتاني انا فرحان عشان بسمع الاخبار الوحشه دي، ما يصحش، عيب يعني تحرجونا كده. I am very pleased ما تنفعش خالص، يبقى هي فكروا فيها قبل ما نقرا الجمل الثانيه. She got a new bike for a very good price. She got a new bike، هي حصلت على دراجه جديده يعني جابت دراجه جديده for a very good price. ايه برايس دي؟ برايس دي يعني جايزه. هل تنفع ولا ما تنفعش؟ هنشوف. نمبر 3 that's good news congratulate، ولما هني حد اقول له congratulate. نمبر 4 Jana is very sad because she passed the test. Jana is very sad، sad حزينه لانها passed the test، نجحت في الامتحان، ما ينفعش. نمبر 5 he has just sold a car and he is driving it now. sold هنا الباست بتاع sell sell sold sold. طبعا have وهذا تصريف ثالث ده present perfect. هي باعت عربيتها وبتسوقها دلوقتي زي باعتها وبتسوقها. اخر واحده she got better when she gave the medicine. هي اتحسنت لما اعطت الدواء. هو الواحد يتحسن لما يدي حد الدواء ولا لما هو ياخد الدواء؟ تعالوا نشوف الانسرز. نمبر 1 تاني بيقول انا كنت فرحان قوي لما سمعت الاخبار الحزينه دي. لا طبعا المفروض تبقى excellent. I am very sorry to hear this bad news. I am very sorry to hear this bad news. طب الثانيه she got a new bike for a very good price. خلوا بالكم هنا النطق شويه يختلف عن اللي هي السعر، عايز يقول بسعر كويس. طبعا بدل برايز ده برايس، كان الفرق حرف الزد وهنا سي. نمبر 3 that's good news congratulate. لا طبعا هجيب الكلمه اللي احنا عارفينها congratulations اللي هي مبروك او تهانئي زي ما مكتوبه في اليونت يعني. نمبر 4 جانا is very sad because she passed the test. جانا حزينه جدا عشان هي اجتازت الامتحان. امال دخلت الامتحان ليه لما هي حزينه انها اجتازته؟ طبعا المفروض تبقى happy مش sad. ممكن هابي وممكن اقول بليزد مسروره، الاثنين بمعنى واحد. نمبر 5 she has just sold a car. لسه بايعه العربيه وهي بتسوقها دلوقتي؟ لا، يبقى الصح she has just bought a car. هي لسه شاريه العربيه دلوقتي وبتسوقها. نمبر 6 بتقول ايه؟ she got better when she gave the medicine. واحنا قلنا طبعا give بمعنى اعطى، اوكي؟ يبقى ازاي هي تحسنت لما اعطت الدواء؟ هنجيبها العكس في المعنى، هي تحسنت لما اخذت الدواء. خلي بالكم من حاجه، جيف هنا زمانها ايه؟ زمانها باست سمبل في الماضي، يبقى لما اغير الفيرب جيف واحط فيرب تاني خالص من دماغي اللي هو الصح، اجيبه برده في نفس الزمن اللي هو باست سمبل. يعني انا عايز استخدم الفيرب تيك ياخذ، فمش هقول له تيك، هجيب الماضي بتاعه اللي هو ايه؟ اكسلنت، هيبقى توك. يبقى she got better when she took the medicine. احنا كده خلصنا يونت 4 كلماته اكسرسايز كلها اللي عليه بالتشوز والاندرلايند ووردز. سي يو ليتر.